مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في الحصة الماضية عن التحضر ومشكلات المدن، ودرسنا ما هو التحضر، وعرفنا ما هي مشكلات المدن. أول شيء تكلمنا عنه هو مشكلات المدن، وشرحنا أربع أجزاء من مشكلات المدن، هي مشكلة الإسكان وضعف مستوى الخدمات والتلوث والصحة، وآخر شيء هو الازدحام والاختناقات المرورية. تكلمنا عن مشكلة الإسكان وعرفنا ما هي مدن الأكواخ ومما تتكون وفي أي الأماكن تكون أو يوجد فيها مدن الأكواخ. تكلمنا بعد ذلك على ضعف مستوى الخدمات، وقلنا أن مدن الأكواخ يعني لها صفات معينة، منها ضعف مستوى الخدمات، ضعف مستوى المياه العادية، ضعف مستوى مياه الصرف الصحي، وهذا كله بسبب زيادة أعداد السكان. جئنا للمشكلة الثالثة وهي التلوث والصحة، وأن نتيجة زيادة أعداد السكان بشكل كبير أكثر من الموارد التي تخزنها الدولة، فأدى ذلك إلى التأثر على صحة الإنسان، لأن زيادة أعداد السكان مع عدم وجود موارد في الدولة تؤدي إلى أن الدولة لا تهتم بالمستشفيات والصحة، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض الوبائية. وتكلمنا مع بعض ما هي الأمراض الوبائية، تكلمنا على التيفوئيد، وتكلمنا على الكوليرا، وتكلمنا على العديد من الأمراض التي تنتشر بسبب زيادة أعداد السكان وقلة موارد الدولة. واليوم إن شاء الله سنتكلم على الازدحام والاختناقات المرورية. انظر إلى هذه الصورة واشرح لي ماذا ترى. نلاحظ العديد من السيارات المتكدسة فوق بعضها، أو العديد من السيارات في الطريق، وهذا يرجع إلى ما هي المشكلة. المشكلة هي زيادة أعداد السكان. طيب، بعد ذلك الملاحظة على الصورة. أول حاجة زيادة أعداد السيارات بسبب زيادة أعداد السكان. بعد ذلك نتيجة زيادة أعداد السيارات حدثت هناك مشكلتان، مشكلة اجتماعية ومشكلة اقتصادية. المشكلة الاجتماعية تكلمنا سابقا ما معنى كلمة اجتماعية. اجتماعية هي التي تخص الأسرة، تخص المجتمع، تخص الأصدقاء، فإنها تكون في إطار الجماعة. أما اقتصادية فهي التي تؤثر على اقتصاد الدولة، يعني تؤثر على اقتصاد الدولة ماديا أكثر شيء. المشكلة الاقتصادية، واحد، ضياع ساعات العمل، فعندما يذهب الإنسان صباحا إلى عمله ويلاحظ أن المرور متكدس فإنه سيذهب إلى عمله متأخرا، فبالتالي سيضعف العمل. طيب، ثاني شيء تأخر نقل البضائع التي تدخل إلى الدولة والتي تخرج منها، فإنها تكون بأوقات معينة، فإن بعض البضائع ممكن تخرب، يعني ممكن تفسد. ليش؟ لأنها جلست وقت كبير جدا في الطريق، مما أدى إلى فسادها، فيؤدي ذلك إلى ضعف اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى تزايد الحوادث المرورية. فالكثير من السائقين مثلا ممكن يحدث له إرهاق، أو ممكن تتعطل سيارته، فيؤدي إلى حدوث العديد من الحوادث المرورية. طيب، الآن تكلمنا على المشاكل الاقتصادية التي تؤثر على الدولة، وتكلمنا قلنا أن مشاكل الاقتصادية هي التي تخص ظروف الدولة المادية. طيب، ما هي المشاكل الاجتماعية؟ تكلمنا عن كلمة مشاكل اجتماعية، يعني زي في المجتمع، يعني تكون موجودة في المجتمع، مثل وفاة الآلاف من السكان. نلاحظ أن بسبب هذه الازدحامات نلاحظ العديد من الناس ممكن يفقدون أولادهم، يفقدون رب الأسرة، وده يؤثر عليهم اجتماعيا. ثانيا، إصابتهم بسبب الحوادث المرورية. ممكن الحوادث لا تؤدي إلى الموت فقط، ممكن تؤدي إلى بعض الإعاقات، ممكن تؤدي إلى هلاك مثلا مادي للأسرة،
فتؤدي ذلك إلى حوادث اجتماعية على مستوى الأسرة. إذن حاجتين اتنين أو شيئين اثنين يؤثران على السكان، وفاة الآلاف وإصابتهم بالحوادث. هذا تكملة درس التحضر مشكلات المدن. ممكن نستعرض بعض الأسئلة تسأل نفسك فيها بها بعد نهاية الشرح. ما المقصود بالاختناقات المرورية وما أسبابها؟ اثنان، ما النتائج الاقتصادية الناتجة عن الاختناقات المرورية؟ وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.